اهلا بيكم، انا عمرو حافظ مدرب ميكس مارشال ارتس او فنون قتاليه مختلطه. موضوعنا النهارده هو النينجا. النينجا النينجا ايوه هو نينجا نينجا نينجا. اوكي، انا شخصيا يعني انا بحب النينجا جدا. مين فينا ما بيحبش النينجا؟ يعني تربينا واحنا صغيرين على النينجا وعلى افلام النينجا وحركات النينجا. جميع النينجا يعني كان فتره من الفترات موتيفيشن، أداة تحفيز لينا كلنا، كل الناس اللي بتلعب مارشال آرتس أكيد شافت النينجا وحبت النينجا. النهاردة هحكي موقف ظريف أعتقد حصل معايا شخصيا مع النينجا. نشوف كده. أنا كان عندي واحد صاحبي، صديق عزيز يعني، كان مقتنع جدا بالنينجا، جدا جدا، هو عايش حياته كلها في النينجا. المهم الشخص ده حاول إن هو يقنعني بالنينجا على قد ما يقدر. صحيح النهاية كانت تعيسة، بس هو راجل عمل اللي عليه يعني. الصراحة حاول ان هو يقنعني بالنينجا. من فترة كنت انا بفتح النادي بتاعي، نادي جديد، من حوالي 3 سنين 4 سنين، وبجهز النادي وبصبغ الحيطة ببيض يعني، وبحط الادوات والساند باجز والماتس والدنيا. وبعدين جالي صديقي النينجا اللي هو دايما بيؤمن بالعقل والروح والجسد. ما تسألنيش يعني ايه، لان انا فعلا مش فاهم، بس هو كان مقتنع بالكلام ده. المهم جه لي الراجل وقال لي انا عايز اشتغل معاك نينجا. قلت له نعم يا حبيبي. ما سمعتش. قال لي اشتغل معاك نينجا. قلت له انا ما اشغلك نينجا ازاي يعني، ما انا ما يعني مش فاهم يعني، ما عنديش نينجا انا في المكان. احنا بنلعب امام ايه وكده، وما لناش في السيوف بقى والنجوم والنينشاكو والحاجات دي. قال لي لا لا لا، انا هحمي المكان. قلت له نعم. قال لي هحمي المكان. قلت له تحمي المكان؟ في حارس تحت في البناية بيحمي المكان وسكيورتي كمان يعني. قال لي لا، أنا هحمي المكان روحيا. أوكي، ما علينا ما علينا. أنا ما كنتش فاضي بقى، كان عندي عمال في المكان وكنت طالب حاجات من بره، ساند باجز وماتس ودنيا. فالمهم خدت على رد عقله، لما كنتش فاضي له الصراحة، وقررت إن أنا يعني I move on، وكأني ما سمعتش حاجة. المهم اللي حصل في يوم من الأيام، كانت الساعة حوالي 11 بالليل، اتصل بيا قال لي أنا ناسي مفاتيح عربيتي عندك في الجيم. قلت له معلش، الساعة 11 بالليل بقى تطلعني؟ قال يعني معلش أنت بره وبتاع وكده، تعالى يعني بس هات لي بس المفاتيح وانزل معلش. قلت له طب أديك المفتاح. قال لا معلش اطلع أنت هاتهم، انا برضو خايف اخش المكان ناس ما تعرفنيش وبتاع، الحارس اللي في البنايه يقول رايح فين جاي منين، فمعلش هات لي هات لي المفاتيح. قلت له اوكي ماشي مفيش مشكله. المهم طبعا مظلم المكان، طلعت بسم الله الرحمن الرحيم، بفتح الباب بفتح النور والاقي لك في وشي شيء، كيان اسود. انا طبعا ما كنتش عارف ايه ده، انسان عفريت. انا لقيت في وشي بيني وبينه مثلا متر ونص كده، حاجة سودة واقفة في نص الصالة. طبعا أي حد في الدنيا، أي حد في الدنيا يجيله سكتة قلبية، سكتة قلبية على طول يعني. يعني بتختلف طبعا ردود أفعال من واحد لواحد. أنا عندي مشكلة في ردود أفعالي ساعة الخوف، أما بخاف بضرب، ما يعني هو ربنا خليني كده، رد فعلي يبقى عنيف في الخوف. أنا من غير ما أفكر، من يعني طبعا أنا فتحت الباب لقيت الشخص في وشي أو الشيء في وشي، أنا مش عارف، حاجة سودة، شخص شكل اسود كده واقف قدامي بدون ما افكر بدون ما افكر. كان في كرسي جنبي صغير كده، كرسي كنت حاطه عشان اقف عليه وادق مسامير في الحيطه. من غير ما افكر رحت شايل الكرسي، بوم. طبعا الكرسي يعني لبس في نص الهدف بالظبط في الراس، طق طخ، لقيت الشيء بوم وقع على الارض. من وقعته اكتشفت ان هو انسان. طبعا كنت مرعوب ليكون شيطان ولا حاجه عفريت، ما اعرفش بقى يعني، حاجه طلعت لي في نص الليل لونها اسود. خبطت الكرسي بوم، خبط وقع زبون الاخ، جريت عليه طبعا وطلعت فوقيه بسرعه، مش عارف بقى ده ايه، ده حرامي ولا جن ولا ايه الموضوع. طلعت فوقيه، المهم اكتشفت ان هو انسان، انه كان بيخنفق كده. ورحت ماسكه، انت مين اللي بعتك؟ مين هم؟ قول انت، اعترف. طبعا مش الدرجة دي يعني، بهزر يعني، بس مسكته كده. لقيت حاجة من المهم شلت الشراب اللي كان لابسه على وشه،
اكتشفت ان هو صديقي ومتعور هنا تعويره بنت كلب في راسه ومفرفر وعامل كده واقع في الارض. انت بتعمل هنا؟ الله يخرب بيتك، انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي انا كنت بوريك انت ايه اللي انت عملته ده، خبطتني بالكرسي في راسي. قلت له الله يخرب بيتك، في حد يعمل اللي انت عملته كده؟ يطلع لي نص الضلمه زي العفريت وواقف ولابس لي اسود وبتاع. قال لي بص ده انا معايا نجوم كمان. نجوم؟ نجوم ايه؟ نجوم الله يخرب بيتك، نجوم خليني اوديك المستشفى. المهم خدت الراجل على الدكتور واداله كم غرزه في راسه، وبعدين في قعده روقان معاه بعد كده قلت له انت بس فهمني يعني انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بس كنت عايز اوريك النينجا ممكن يطلع في اي مكان وفي اي زمان من غير ما تحس بيه ومن غير ما تاخد بالك، فجاه تلاقيه قدامك وفجاه يختفي. قلت تختفي ايه؟ انت كنت هتخفي عمرك، الله يخرب بيتك، افرض انا كنت خبطتك خبطه شويه جامده ولا حاجه، موتتك ولا فتحت لك راسك، انت هبل يا ابني. وبعدين سؤال، يعني سؤال، هو اللي معاك ده كان سيف بجد؟ قال لي اه ده سيف، ده سيف ساموراي. انت ما تجننش امي بقى، هو ساموراي ولا نينجا؟ قال لا، ما هو النينجا بيستخدموا سيف الساموراي. مش ده اللي انا عرفته من فيلم لاست ساموراي، بس مش مشكله هنعتبر ان دي حقيقه. قلت له طب انت دلوقتي مثلا، يعني انت دلوقتي راجل نينجا قد الدنيا ما شاء الله طول بعرض، يعني احلى من كده نينجا ما فيش، انا لابس اسود النهارده عشان نينجا بالمناسبه. المهم طب ليه ما رحتش مطلع السيف وروح في شقق الكرسي نصين مثلا يعني؟ قال لي انا ملحقتش. قلت له بقول لك يا ابني، بقول لك ايه، انت احسن حاجه تعملها تلعب باليه، والله الباليه جميل بيعلمك ردود افعال سريعه. ملحقتش ملحقتش وعايز تحميني؟ يلا يا ابني اتكل على الله، اتكل على الله، روح اشتغل رقاصه، روح روح. ده يعني كان، وطبعا حصلت مواقف بينا كتير على قصه النينجا دي، والله الغني عن ذكرها يعني.